الصحه بتحذر من 23 دواء خلال شهر اغسطس الحقيقه في يعني احنا كنا قلنا قبل كده في دواء بيتباع بتاع الضغط بيسبب السرطان وتشل من الصيدليات يمكن انا يوميها كنت هلطم لانه الاتحاد الاوروبي هو اللي حذرنا ونقيب الصيدله قال عليه وزاره الصحه والعلاج الحر ولا اداره الصيدله اللي مسكها احدى الطبيبات ما ما قالتش على الموضوع النهارده في قائمه جديده الحقيقه موجوده احنا معانا قايمه يا شباب ما تحطوها لنا كده على الشاشه. القايمه دي فيها 13 نوع دواء غير السرتان ده. بلوكاتين وبكل انواعه فاسوتيك بكل انواعه, أنواعه. فلاستينز فلاستينز بلاس ده في في كتير قوي المهم 13 نوع دواء اتمنى وعايز اقول لكم برضو مره اخرى هذا ايضا بعد ما تقارير صدرت عن الوكاله الاوروبيه للادويه بتقول ان ال 13 نوع دول بيسببوا امراض خطيره منها السرطان وموجودين في مصر في الصيدليات المصريه. 23 صنف دوائي بينهم 13 صنف جديد من الادويه اللي تحتوي على ماده فالزر فالزرستان المسرطنه. ارجو من الساده في نقابه الصيادله ان هم يوزعوا النشره دي على الصيدليات. ما هو المواطن مش هيمسك القايمه دي ويروح كل صيدليه يقول له انت عندك الدواء الفلاني المواطن ما بيعرفش انجليزي ولا قايمه بالانجليزي هو مش وظيفه المواطن كده عشان كده انا بقول يا ريس يا ريس يا ريس عايزين الهيئه القوميه للغذاء والدواء الهيئه القوميه للغذاء والدواء دي يبقى ليها ضبطيه قضائيه ودي اللي تشرف على الغذاء والدواء انما اداره في وزاره الصحه مسكها ست ما احترمنا للجميع ولا مليون قضيه ومليون ملف ومليون ومش في دماغها ودي بالنسبه لنا قضيه حيويه وقوميه موضوع ان ما فيه في دواء في السوق المصري عليه اما انا مستني الوكاله الاوروبيه الادويه عشان تقول لي ما تشربش الدواء ده يا ليله غبره امال احنا بنعمل ايه يا جماعه الناس ده المسؤولين اللي قاعدين على الكراسي بيعملوا ايه هنستنى تاني الاتحاد الاوروبي ولا الوكاله الاوروبيه ولا الاف دي اف دي ولا بتاع بتاع امريكا دي تبعت لنا في دي ايه دي تبعت لنا برضو قايمه بالحاجات الممنوعه دوليه